ذلك عند كينيين وإثيوبيين. نعم، إذا دائما ونشاهد العنصر النسوي أيضا كما ذكرنا أنه إضافة إلى الأرقام القياسية، الأرقام العادية المشاركة بالنسبة لمن يمارسون هذه الرياضة، لكن هناك أيضا وهذا هو الأهم، الرياضة بالنسبة للجميع، هذا ما نريد من خلال هذه التظاهرات التي تنمي في الناس حس الممارسة الرياضة أهميتها بالنسبة للصحة، بالنسبة حتى كما أشار السي مهدي قبل القليل بالنسبة للتكوين الشخصي للافراد على مستوى تحقيق الاهداف. فمن طبيعه الحال كما قال السي حسان دائما نشاهد وصول المشاركين في سباق 10 كيلومترات وايضا سباق 21 كيلومتر، التظاهره كانت ناجحه بامتياز. فكما قال السي حسان فمن طبيعه الحال الرياضه اصبحت عندها دور كبير في على الصحه ديال الانسان. فمن طبيعه الحال كما كتشوفوا في فرنسا او في سويسرا او في عدد ديال الدول الاوروبيه كاين هناك يعني 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 عده سباقات، ماشي غير سباق واحد بركان واحد مثلا في مكان اخر، جوج سباقات ولا ثلاثه في المغرب، فكاين سباقات يعني تفوق ال 20 في كل اسبوع. هذا لان الرياضه اصبحت كتلعب واحد الدور مهم في حياه الانسان، فمن طبيعه الحال كتبعدوا من بزاف ديال الحوايج اللي هي كتضر به، لا من السكر ولا من الكوليسترول ولا من مجموعه ديال الحوايج المهمه. صوره جميله للسي عباسي اللي هو الفائز اليوم بنصف ماراثون ديال مدينه بركان. اذا نشاهد دائما لحظات من الوصول ونواصل دائما الحديث عن هذه التظاهره الكبرى، ماراثون نصف ماراثون مدينه بركان، اللي كما ذكرت انه كان تظاهره بامتياز، كانت تظاهره شاهدنا من خلالها صور جميله لهذا السباق، شاهدنا المناطق الطبيعيه ديال بركان ديال الجهه الشرقيه، وكنظن ان هذه فرصه لتتواصل هذه التظاهره خلال السنين القادمه بتحقيق انجازات، يمكن ان نقول انجازات كبيره على مستوى هذه المنطقه. واساسا كما شار السي مهدي ونرجعوا لك مره اخرى انه بالنسبه للتظاهره تنميه الفرد هذا هو الاهم رياضيا وايضا على مستوى الحياه بصفه عامه. تفضل. كيف سبقت وقلت فهذه المبادره هي مهمه، مبادره المنطقه هذه في الدوره الثانيه ديالها، وكنتمنوا بان الدورات يكونوا ان شاء الله الافق ديال هذا السيمي ماراثون غاديه في اطار واحد استمراريه، وغادي يكون الدعم كثير لان هذا حفل دولي، هذا حفل افريقي، وكيف قلت قبيله هذه بادره مهمه، لان الان كيف عرفتوا في الجهويه الموسعه كاين بزاف ديال النماذج التنمويه، وكيخص الرياضه تكون حتى هي من بين هذا النموذج الهيكلي، وخاصها تكون رافعه باش يمكن للشباب والاجيال الصاعده انها تدخل في هذه القضيه ديال التباري، وتدخل في هذه القضيه ديال الكومبيتيسيون وديال التنافسيه، باش يمكن لنا نخلقوا واحد الجيل اللي قادر على التحديات، وحنا كتعرفوا البلاد ديالنا بدا التحديات والمنطقه الشرقيه حتى هي والمنطقه. اذا سي مهدي انت عن اتحاد المقاولات المغرب شاهدنا انه بالنسبه لهذه التظاهره الحجم اللي قضاته في المنطقه الشرقيه، وكما شار السي زكي عن المجلس ديال السياحه انه مثل هذه التظاهرات كتنعش المدينه، ويمكن انه لو كانت تظاهرات بحجم اكثر في المدينه هنا وفي مدن اخرى انها تنعش ايضا هذا الجانب هذا. كيف قلت لكم قبيله الان الرياضه ولات استثمار، ومنين كيكونوا هاد التظاهرات كيكون واحد التعبئه شعبيه، كتكون واحد التعبئه ديال السلطات المحليه ديال المجتمع المدني، وكيكون عندها واحد العواقب اللي هي مزيانه اقتصاديه على المنطقه، لان كيكونوا رحلات، كيكونوا لي زوتيل خدامين، وحتى الشركات اللي كتكون في هذا الاطار هذه حتى هي كتحاول تنمي وكتحاول تفكر الدورات القديمه، لان هنا ملي كندخلوا في الاستمراريه ما كيبقاش، خصوصا مع النقل التلفزي اللي كان طبعا النقل التلفزي، وحنا كنشكروا دوزيام وكنشكروا كاع التلفازات وكاع الراديو اللي كان وهذه التغطيه اللي هي شامله، وكنشكركم على التعبئه. نعم التعبئه، وكنبغيكم تكونوا ديما معنا. نعم هذا الشيء اكيد، كنا في النسخه الاولى وكنا في النسخه الثانيه، وكنتمنى انه ايضا انتم كفاعلين اتحاد مقاولات المغرب وايضا فعاليات اخرى ديال هذه المدينه انها تكون الى جانب هذا النصف الماراثون، بغينا انه مستقبلا يكون واحد الحدث دولي كبير وخصوصا بمعنى افريقي، انه يكون واحد التطور افريقي تكون هنا في مدينه بركان وفي المنطقه الشرقيه. وكنظن بان الامل كاينين وان العزيمه كاينه، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير، لاننا كيف قلت لك هذا ما غناخذوش كانه ماراثون بالصيغه الرياضيه ديالو، ولكن حتى بالصيغه على شنو هو
لي غوطومبي ديالو على المنطقه ديالنا وعلى الصوره ديالنا وعلى ليماج ديال المنطقه الشرقيه وعلى المغرب كافه. لان راك عرفتوا دابا ان الرياضه الان راه كتكون كفاعل اقتصادي وك باش نبنولو في لي رادار انترناسيونال. غنا عندنا واحد الموعد في بركان اللي هو ماراثون دولي افريقي وخصو يدخل الاجنده الرياضيه العالميه. اذا سي مهدي عن اتحاد مقاولات المغرب المنطقه الشرقيه كنشكرك على التدخل ديالك بطبيعه الحال، وكما شار انه هذه التظاهره عندها واحد التاثير ايجابي على المنطقه اقتصاديا ايضا رياضيا وايضا بالنسبه للفرد. هذا هو الشيء الاساسي في التكوين في الافراد في تحقيق ذات ديال كل فرد خصوصا بالنسبه للعناصر الشابه. اذا شكرا لك. ونلقاو مع عبد القادر معزيز. كنظن سي عبد القادر انه شاهدنا اليوم سباق من حجم كبير، سباق جيد واللي كيعطي واحد الصوره على المنطقه الشرقيه على منطقه بركان، وكنظن انه مستقبلا ما غاديش غتكون الفرصه انه تنظم تظاهرات من حجم اكبر. انت اللي كنتي عضو ديال اللجنه التنظيميه ديال هذا السباق، انت كبطل عالمي سابق. من طبيعه الحال الحمد لله كنشكر يعني السلطات المحليه، كنشكر المجتمع المدني على 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 كل ما قام به، لانه لقينا المطاف كله الحمد لله وكله يعني الناس واقفه كتشجع العدائين بواحد يعني بواحد الاحترافيه، كلهم واقفين الحمد لله كانوا جد متميزين الناس الجمهور ديال مدينه بركان، اضافه الى الاخوان اللي هما كلهم يعني ديجيج ديال مدينه بركان وهما كانوا قاموا بالواجب ديالهم كما يرام. لي ريبيتيمو كان في مستوى عالي، المطاف في مستوى عالي، كانت كل الظروف ملائمه، فكنشكر الجميع والحمد لله عرفنا النجاح كان كمل بتحقيق رقم قياسي جديد لمدينه بركان. وكما قلت قبل فإذا كان هشام قروج يعني كان كيفرحنا وكان دائما متواجد يعني في الذاكره ديالنا، ف سي هشام كرئيس اللجنه المنظمه ديال هذا السباق فهو خص كل يتعاون معاه وكل شيء يكمل يعني الرغبات ديالو باش ان شاء الله مستقبلا يبدا يتنظموا سباقات كاع في المنطقه الشرقيه، ويبقى هشام القروج يعني مذكور يعني عند كل المغاربه بالتنظيم ديالو المحكم لهذه السباقات وبالتشجيع ديالو الرياضه عن الصعيد الوطني. لان فكرنا بعد ما يعني جمعنا بزاف المرات ماشي غير بركان ولا المنطقه الشرقيه اللي غادي ننظموا فيها، ولكن عندنا برنامج اللي غادي يكون مستقبلا اللي غادي ننظموا كاع في جميع انحاء المغرب، لان بحال هشام فبطبيعه الحال التواجد ديالو معنا وهنا كذلك فغادي يكون عندنا واحد الدفعه قويه باش تكون عندنا القدره على تنظيم سباقات في مستوى عالي. وشاهدنا قبل قليل حسن العباسي قبل ان نمر بعد قليل لحفل تسليم الجوائز في هذه التظاهره الكبرى. اذا الحسن العباسي من البحرين الذي حقق رقم ساعه 28 دقيقه وحطم بالتالي الرقم القياسي السابق لهذه التظاهره على مستوى الاناث. اللقب عاد لديابيبي ليما من اثيوبيا بساعه 11 دقيقه 50 ثانية في سباق العشر كيلومترات على مستوى الإناث. اللقب عاد لمريم أماري من إثيوبيا 33 دقيقة 15 ثانية على مستوى الذكور. كان هناك إيريك كامورو تيروب من كينيا اللي حقق 29 دقيقة 10 ثواني. أموس كيبرونو جاء في المركز الثاني 29 دقيقة 18 ثانية. المركز الثالث تعادل كمال يوسف من المغرب في الرتبة الثالثة كما ذكرت 29 دقيقة 23 ثانية، في حين كولا محمد جاء في الرتبة الرابعة من المغرب دائما 29 دقيقة 54 ثانية، وفي الرتبة الخامسة بن هادي يوسف من المغرب 30 دقيقة 16 ثانية على مستوى في سباق 10 كيلومترات. أول مغربية كانت المرادي إلهام التي جاءت في المركز الرابع على مستوى 10 كيلومترات 37 دقيقة 14 ثانية. بعد قليل سيكون هناك حفل تسليم الجوائز للأبطال المعروفين اللي حضروا معنا هذه التظاهرة واللي كانوا حاضرين في هذا السباق. إذا عبد القادر أبو عزيز رافقنا خلال هذا السباق وسيرافقنا لدقائق قبل أن لأنه عضو اللجنة المنظمة سيكون ضمن الحاضرين هناك لتنظيم أو لتسليم الجوائز للمتوجين وعلى رأسهم حسن العباسي، لإضافة إلى المبلغ المخصص
لصاحب الرتبه الاولى عاده باش التحفيز ديال الرقم القياسي، ولا كاين فقط انه المبلغ اجمالي فيه الرقم القياسي وفيه ايضا التحفيز؟ فدرنا واحد يعني تحفيز للجميع ديال العشرة الاوائل ديال نصف ماراثون وبالنسبه للبنات والاولاد، ودرنا كذلك الخمسه الاولين بالنسبه للعشرة كيلومتر بنات واولاد. فمن طبيعه الحال التحفيز في المالي فهو كيبدا من 30000 درهم حتى ل 2500 بالنسبه للعشر، اضافه الى الركور ديال هذا نصف ماراثون اللي هو 20000 درهم. فالفائز ككل بهذا السباق فهو غادي يكون مدى واحد جائزه ديال 50000 درهم. فالحمد لله ما تيهمش يعني الماديات، ولكن العرس الرياضي ديال مدينه بركان فهو عرس نجح بكل المعايير وبصحة العدائين اللي فازوا. ونتمنوا ان شاء الله الدورات القادمه نمشيو يعني دقه دقه باش ان شاء الله نحاولوا اننا نجيبوا بزاف ديال العدائين اللي يدخلوا لنا في, في, في